الأجازات الطويلة زي الأجازات اللي احنا فيها دلوقتي، يعني بيبقى كلها طاقة وانتعاش وانطلاق. ناس سافرت وناس يعني كان عندها عزومات وخروجات وكده. بيبقى التحدي بقى هو انك ترجع الشغل تاني بعد الأجازة وترجع مستعد لنشاطك وحيويتك، لأنه المفروض ان انت كنت في أجازة بتريح وترجع يعني عندك كده قدرة على العمل بشكل كبير. لكن الحقيقة انه الناس بترجع من الأجازات يعني ناسيه بقى هي كانت بتشتغل ايه، ومش عارفين يندمجوا تاني في اليوم الروتيني العادي، سواء شغل سواء دراسه. بيبقى الموضوع مش اسهل حاجه. الناس كانت بتسهر جامد مثلا في الاجازات، نومهم ما بقاش متظبط. فازاي ممكن نرجع تاني لروتين العمل او لروتين الدراسه بعد اجازه طويله؟ دلوقتي يعني يجبنا على هذا السؤال دكتور وائل ابو هندي، استاذ الطب النفسي بجامعه الزقازيق. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك بخير. والعوده من الاجازه ما بيبقاش اسهل حاجه على الناس، ازاي ممكن يعني نقدر ان احنا نرجع الشغل بعد اجازه طويله بنفسيه تكون كويسه وعندنا طاقه ان احنا نشتغل يعني بصوره افضل؟ هما حاجتين، ناخد اجازه صح وفي مواعيد مناسبه ونعرف ناخدها صح. يا سيدي دي النقطة عايزين نتكلم فيها. الحاجة التانية إني أكون يعني عندي تصور لإيه الجديد في شغلي، أو أنا هعمل إيه في شغلي لما أروح. آخد بالي إن أنا ما أشربش مثلا شاي كتير، قهوة كتير، الحاجات اللي زي كده دي في الفترة الأولانية. وأنا بستعيد تاني يعني انغماسي في شغلي. طبعا حسب الشغل يعني برضو. يعني إحنا المشكلة عندنا إن في ناس كتير قوي ما بتعرفش تفصل بجد ساعة الإجازة. يعني بيروح الاجازه بتروح الاجازه والشغل في دماغه، عمال يتصل وعمال يتكلم. انت ما دخلتش اجازه اصلا. انت واخد الاجازه اصلا عشان الاستريس بتاع الشغل. انت ما عملتش كده لما تخلي الموبايل شغال، لما تقعد على النت وتعمل حاجه من الاجازه حاجات مش ما هياش انشطه تؤدي الى الاسترخاء. احنا بنعملها كتير قوي في اوقات الاجازه بتاعتنا. يعني حضرتك شايف مسألة، أنا يعني شايفة مصطلح مهم، موضوع ناخد أجازة صح، ده إنه الناس في أجازاتها مش بتفصل. الحقيقة إنه إحنا يعني يمكن حد كبير جدا معظمنا بيبقى يعني مش مدي الأجازة قيمتها الحقيقية ولا عارف فايدتها الحقيقية. فبالتالي هو بيتصرف فيها إنه بس الحاجات اللي واضح له إنه هو محتاج يستريح منها ويبعد عنها، أو هو بعيد عنها يعني. لكن في الاخر بسهوله جدا بيتشد وبيرجع لنفس المود ونفس الحاله بتاعه الشغل رغم ان هو في اجازه. طيب المفروض يعني نعمل ايه والناس خلاص يعني بكره اخر ايام الاجازه وترجع للشغل يوم الثلاث بعد اجازه اسبوع تقريبا؟ المفروض الناس يكون روتينها عامل ازاي على الاقل بكره؟ الناس خلاص ابتدت يعني ايه تودع الاجازه ويعني تحضر نفسها للشغل. حسب بقى انت وقت الاجازه كسرت روتين قد ايه، يعني كسرت حاجات ثابته كانت في حياتك قد ايه، لخبطت نومك ازاي، لخبطت اكلك ازاي، هتبتدي تحتاج انك انت ترجع بالراحه. اجازه العيد الكبير فيها لخبطه جامده في الاكل، اكيد حضرتك عارف. يبقى انا محتاج ان انا اهدي شويه. الناس محتاجه كمان انها تتعلم يعني حاجه جميله، او ان اول ما يصحى الصبح يعني يقعد بس يتخيل او يفتكر او يتامل الحاجات الكويسه اللي في حياته، النعم اللي عنده، يحمد ربنا سبحانه وتعالى. الحكايه دي ثبت علميا اخيرا انها مفيده جدا لاي بني ادم يعملها. انه الصبح يقوم يسترجع الاشياء الكويسه في يومه او في حياته. ده يديه طاقه ايجابيه في العمل يعني يا دكتور، يديه طاقه ايجابيه اعتقد في حياته كلها، مش بس وهو رايح الشغل. بالظبط كده، بالظبط. كمان هو محتاج يبقى فيه رياضه. ندخل الرياضه في يومنا. على اي يوم اروح هنبقى سريع التاقلم على الوضع الجديد، يعني لو انا حد انسان رياضي ما هيبقاش عندي مشكله كبيره ان بقى في اجازه وبقى في شغل، انا سهل بتاقلم، مخي بيتاقلم بسهوله، جسمي بيتاقلم بسهوله. احنا لو اتحركنا، خلينا الحركه حاجه ثابته في النظام اليومي بتاعنا، كل واحد يدخلها كده في يومه. انا ما بنصحش بالجيم، مش قصدي جيم، ان شاء الله تمشي في الشارع يعني. ويا دكتور يعني في خطوات بسيطه كده للناس اللي يعني لخبطت في الاجازه، نوم، اكل، المفروض ايه الحاجات البسيطة ممكن يعملها تخليه يرجع الشغل وهو يعني مستغل الى حد ما بطريقة ايجابية الاجازة اللي فاتت دي، انه يرجع عنده طاقة انه يكون لانه يكون كويس في يومه العادي، ما هوش بيفكر في المشاكل؟ لانه الناس بتبقى حضرتك بتقول نصحى نفكر في نعم اللي ربنا ادهالنا، ودي نقطة مهمة جدا.
لكن الحقيقه ان الناس بتبقى في الاجازه اصلا قاعده بتفكر في مشاكل الشغل وصاحيه تشوف ايه اللي عندها. ما فصلش ده ما خدش اجازه يعني. هو ما فصلش اصلا. هو اذا فصل كويس هيبقى بس محتاج يرجع بالراحه واحده واحده، يبتدي بالراحه. مش هيرجع بكامل القدره بتاعته من اول لحظه يعني. يدي نفسه كام ساعه كده في بدايه الشغل على ما الدنيا تمشي، وبعدين بتختلف اصلا من شغل للتاني يعني. اصعب الاعمال ايه؟ يعني للعوده بعد الاجازه. هرجع ازاي وهعمل ايه؟ وانا استفدت في اجازتي دي ايه؟ ايه الحاجات الحلوه اللي حصلت؟ افتكرها. لا ما هي الاوقات اوقات الحلوه بتعدي بسرعه يا دكتور انت عارف يعني مش بنكتفي قوي من الاجازه. ما عشان احنا ما خدناهاش كويس صدقيني. يعني يمكن ده فرق ما بيننا وما بين الغربيين، ان هو في الاجازه بتاعته بيبقى اجازه صحيحه. صح. ما يفتحش ما يشوفش الميل ما يردش على حاجه في اجازته خلاص هو اجازه. بالظبط كده. طيب يا دكتور انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل ابو هندي استاذ الطب النفسي بجامعه الزقازيق. ان شاء الله يعني الناس تعود للعمل بطاقه ايجابيه ونكون كل الناس اتبسطت في اجازتها بالطريقه اللي يحبوها، ويكون العوده للعمل بعد الاجازه يعني مليانه ان شاء الله امل وتفاؤل. وزي ما الدكتور بيقول يعني يمكن احنا ما بقى يعني ما كانش عندنا الثقافه دي لكن بقت موجوده، مساله انه طول الوقت نفكر بطريقه ايجابيه في النعم اللي ربنا اديها لنا، نفكر في مشاكلنا ونقعد نحط كده خطه هنشتغل عليها ازاي ونحلها ازاي، لكن كمان كل واحد يدي لنفسه قدر من الراحه. على قد ما انت بتشتغل تستحق الراحه، على قد ما انت انجزت دايما تبقى شايف ده، ما تصغرش عملك وما تصغرش الانتاج اللي انت عملته، تبقى عندك ادراك لامكانياتك ويعني ادراك لحدود وظيفتك ايه، وعلى قد ده تقيس انتاجيتك وتقدر قيمه نفسك وقيمه عملك. اجازه سعيده ان شاء الله، وكل الناس تعود يوم الثلاثاء ان شاء الله لشغلها.